وأبقى في الموضوع المصري، حيث أطلقت عائلة المعتقل المصري الشاب محمد سلطان نداء استغاثة ناشدت فيه المنظمات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ ابنها من الموت. وقالت عائلة سلطان إن صحته النفسية والجسدية تدهورت بشكل مريع، وذلك بسبب إضرابه المستمر عن الطعام منذ أكثر من 360 يوما، وبسبب رفض طلب عائلته لوقف الإضراب أو على الأقل أن يتناول السوائل. وكان محمد سلطان قد اعتقل في 25 من أغسطس آب من عام 2013 عند مداهمة قوات الأمن لمنزل العائلة بحثا عن والده القيادي صلاح سلطان، ولم يتم الإفراج عنه حتى بعد اعتقال والده. من جهة أخرى، قالت الناشطة الحقوقية منى سويف إنه تم نقل شقيقها علاء عبد الفتاح لمشفى سجن طرى جراء تردي حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام منذ نحو 80 يوما. معي للحديث عن حالتي النشطاء الحقوقيين علاء عبد الفتاح ومحمد سلطان مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور سلمى أشرف عبر الهاتف من اسطنبول. نرحب بك سلمى أشرف في هذه الحلقة من حقوق الناس. كيف تتابعون الوضع الصحي بداية لعلاء عبد الفتاح ولمحمد سلطان نتيجة الإضراب المستمر لكليهما عن الطعام؟ طبعا الحالة متدهورة جدا، أسوأ على الإطلاق، هي أسوأ حالة موجودة حاليا في السجون المصرية. محمد سلطان بالفعل بيموت ومحدش عارف هو هيقدر إن هو يعيش كام يوم اللي جايين ولا لأ، لأنه العائلة نشرت لي صور باين فيها جدا تجلطات في الدم حاصلة لي، وباين فيها نزيف من فمه، وباين فيها ان هو وضعه الصحي سيء للغايه. اصبح محمد سلطان جلد على عظم زي ما بيقولوا. طب في هذه الحاله ما مسؤوليه فعلا السلطات المصريه عن تدهور وضعه الصحي؟ المفروض ان السلطات المصريه بتقدم له الرعايه الصحيه، وفي حسب القانون ان هو يجب ان يتم الافراج عنه بسبب سوء حالته الصحية، النيابة ليها فترة الحبس 4 أيام فقط على ذمة التحقيق، لكنه دلوقتي يوم الاثنين الجاي هيكمل سنة كاملة. يوم الاثنين الجاي يعني بتكلم على كام يوم يتعدوا على صوابع الإيد، محدش عارف إذا كان هيعيش ولا هو مش هيقدر إن هو يعيش بسبب الوضع المتردي ليه. لكن السلطة المصرية بتنتهك جميع الحقوق وبتصر على قتله قتلا بطيئا، بان هي ما تسمحلوش بحسب القانون ان هو يطلع او تفرج عنه، لانه ما اتحكمش عليه لحد دلوقتي. يعني هل هذا كله ينسحب ايضا على علاء عبد الفتاح الذي دخل في اضراب منذ شهرين عن الطعام اعتراضا على اعتقاله بسبب نشاطه الحقوقي؟ هو كل المضربين عن الطعام متى ما ساءت حالتهم او اصبحوا في وضع صحي خطر يجب الانتباه ليهم اما الافراج عنهم او حتى في الافراج على ذمه التحقيق، ده لا يتم النظر ليه مع ان هو امر قانوني، ولكن يمكن منعهم من السفر مثلا حتى تنتهي التحقيقات. ولكن السلطه المصريه بتصر على قتل جميع المعتقلين اللي بداوا اضرابهم عن الطعام كنوع من العقاب ليهم، وكاداه ايضا تستخدم لتخويف بقيه المعتقلين من ان هم يحاولوا ان هم يستخدموا هذه الوسيله المشروعه لهم في الضغط على الحكومه او في المطالبه بحريتهم، علما بان هم ما فيش اي تهم اثبتت ضدهم، ما فيش اي ادله قدمت ضدهم، ولكن بيستمر التجديد ليهم 45 يوم في 45 يوم، حتى وصلنا الان لاكثر من سنه من الاعتقال من 2013 لحد دلوقتي لمحمد سلطان، وداخل على سنة كاملة من الإضراب في تجاهل تام من الحكومة المصرية لنداءات الأمم المتحدة، لنداءات المنظمات الحقوقية. وكنا كان عندنا أكثر من بيان عن محمد سلطان ومخاطبات للأمم المتحدة. وهل رد عليكم أحد هؤلاء؟ نعم، يتم هم القضية مهمة جدا بالنسبة ليهم، ولكن عند الحكومة المصرية في نوع من العند. يعني بعد الافراج عن عبد الله الشامي واللي هو كان ايضا في نفس القضيه، بيتم التعنت مع محمد سلطان واستخدامه كرمز لكسر اي حد يحاول التفكير في الاضراب عن الطعام او استخدامه كوسيله هو لارهاب بقيه المعتقلين. اشكرك نعم. شكرا جزيلا لك مسؤوله الملف المصري في منظمه هيومن رايتس مونيتور سلمى اشرف.
والآن أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة باقي فقرات حقوق الناس، فابقوا معنا.